لا جايز، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ هون في اشياء عم بتصير على السوشيال ميديا ضخمه، في كميه غباء هائله قاعده بتنتشر، وجاي اشرح لك كل شيء. هلا اول شيء، الا سمعت مقاطعه السعوديه للتيك توك ولا شفت هاي البنات؟ سمعت انه كتير في عالم قاطعين تيك توك هاي الفتره، كتير حنشتاق لكم. وطلع مثلا، طلع هون، هاد رد المغنيه احلام على هاي البنت. المغنيه احلام داخله بالجو. اصبر، من درى عنك يا انتي، كثير رح نشتاق لكم، يلا بدي روحي اعملي لي تبوله جوعانه. حط علم السعوديه. هاي التويت جايبه 21 مليون مشاهده لهلا، والفيديو جايب اكثر. عم نحكي بارقام ضخمه كثير، ويعني اعملي لي تبوله جوعانه. يا فايش اللي صاير هون؟ خليني اشرح لك اياه من الصفر عشان المشكله ضخمه، كثير ضخمه. اوكي يا سيدي، ابسط لك الموضوع. اول اشي يا سيدي، عندك مقاطعه التيك توك، هاي بيطلع منها شو؟ الفتنه والذباب الالكتروني والبنت والمؤامره الكبرى. اوكي، هلا اول سؤال خطر ببالك، ليش صارت مقاطعه التيك توك في السعوديه؟ هلا اساسا اول نقطه شو هاي؟ ما في مشهور حيحكي لك اياها كاش هيك، حاعطيك اياها. طيب، السعوديه هي اهم دوله من ناحيه سوشيال ميديا في منطقه الشرق الاوسط. ليش انت كجمهور سعودي جدا مهم بالسوشيال ميديا، وليش ما في اي مشهور مستعد يخسرك؟ عشان اول اشي السعودية اكبر بلد بمنطقة الشرق الاوسط، 2 اكبر عدد مستخدمين سوشيال ميديا فعالين، 3 قوة شرائية. ما بحكي سواليف انكم اغنياء وهيك وهيك، انه انتم مستعدين تشتروا اونلاين. يعني اورجيك احصائيات البلاد اللي فيها اكبر كمية مستخدمين تيك توك. 11 على اللست على مستوى العالم، السعودية فيها 35 مليون مستخدم تيك توك. طيب، لكن المهم هون شو؟ انه ال 35 مليون مستخدم تيك توك هدول بيطلعوا لتيك توك فلوس اكثر من هدول الدول كلهم اللي هون. يعني الامريكا اوكي سيبها، هدول كلهم السعودية بتطلع أكثر منهم فلوس للتيك توك. فيعني بنقدر نحكي إنه السعودية تاني أهم دولة بالعالم بالنسبة لتيك توك. وإنت لما تفتح تلفونك تفتح تيك توك، إنت طلعت فلوس لمنصة تيك توك. أوكي، إنت مصدر دخل إلهم، عشان هيك هم فاتحين منصة، مش عشان سواد عيونك، لا، مش عشان تشوف فيديوهات سجاد بتنظف. ومن هذا الإشي شو بنستنتج؟ أولاً، ما في مشهور حيعطيك الحقيقة مرة واحدة، أو حيخاف يحكي شغلات معينة عشان ما يخسر جمهور السعودي. 2، لو أي حدا بالدنيا بده يعمل فتنة بالوطن العربي، وين بده يروح؟ بده يبلش بالسعودية. ليش؟ عشان هي أكبر دولة وأكبر نسبة مستخدمين سوشيال ميديا، وتأثيرهم جد ضخم. وأرمي لك كمان نقطة هيك، ما في شركة على مستوى الشرق الأوسط تيجي تشتغل مع مشهور إلا بتسأله أول إشي قديش نسبة متابعينك بالسعودية. المهم، ليش صارت مقاطعة التيك توك في السعودية؟ تطبيق عنصري ومتحيز، تمت إزالة التعليق. التعليق شو كان؟ اللهم من أراد ببلادنا السعودية بسوء فأشغله بنفسه ورد كيدهم. شالوا التيك توك، تم إزالة التعليق. ليش؟ أسباب الانتهاك، إرشادات المجتمع، الكوميونيتي جايدلاينز. إرشادات المجتمع ما بتنص على إشي زي هيك، إنه تعليق دعاء للسعودية ليش تشيلوه. ومو بس هيك، الموضوع صار ظاهرة، كثير من مستخدمين تويتر نزلوا إنه نفس الشيء صار معهم، وفي حوار كثير عم بنتشر على المنصات إنه السعودية مثلا ضد قضية فلسطين، وهي عم تعمل فتن كثير كبيرة بين الناس. هذا إشي ضخم. تمت إزالة تعليق، يا كذاب، الاحتفال ما هو بالسعودية، هذه ببريطانيا. إزالة التعليق، علم السعودية وعلم الكويت. فاللي صار هون، مشاهير التيك توك بلش يحكوا بالموضوع، يحكوا عن مقاطعة التيك توك. مع حملة المقاطعة، أي برنامج يسيء للسعودية أنا ضده. صراحة أنا بحترم هذا الإشي. أوكي، مشاهير اتفقوا أنهم يقاطعوا تطبيق على مستوى ضخم هيك وبدخل لهم فلوس، كفو. وانتشر كمان نظريات، طلع مثلا واحدة كاتبة أنا من الجزائر ما تطلع لي المقاطع المنيحة، بس مقاطع موسم الرياض ورقص الرجال والنساء. فاللي صاير أنه في ناس بتحكي أنه عم بنتشر مقاطع قديمة للسعودية مثلا من موسم الرياض، الاحتفالات وهيك، صاروا الناس يستعملوها عشان يهجموا على السعودية على السوشيال ميديا، أنهم قاعدين بيحتفلوا في حرب مثلا شغالة. أوكي، هلا نتعمق بالموضوع، بس خليكم معي شوي. هذا قعيد تيك توكر ضخم باللايفات، صار حكي انه مثلا بلايف واحد يطلع ملايين، فيعني الزلمه مهم بالنسبه لتيك توك. والله اذا اطلع من هالبرنامج اروح للبرنامج الثاني، فانا ابعطيهم مهله يومين، بكره وبعده، اذا البرنامج ما تغير سياسته والله لا اسحب من هالبرنامج. حكى انه لو تيك توك ما تغير سياساتها وتصير تلغي الفيديوهات اللي بتسيء للسعوديه، حيطلع من البرنامج ويروح على برنامج ثاني. هي عملت قصه جديده تماما، انه في تطبيق جديد، واحكي لك اياها كانفلونسر سامع بالموضوع قبل سنه، من قبل سنه والحكي طالع انه في تطبيق منافس للتيك توك عربي حيكون، واللي هو شيء كويس. ليش في مشاهير قاعدين بيحكوا ضده؟ جمهوري شاهد اني انا اول من راح البرنامج ذاك، صح ولا لا؟ والله اني من الاوائل، واكتشفت ان في ناس خذوا فلوس، ليش انا ما اخذ؟ حلال على غيري وحرام علي. حكى انا بعرف شخصيا ناس اندفع لهم يروحوا على تطبيق ثاني، ليش انا ما يندفع لي؟ ولكن شيء اخير، مع احترامي لكل الناس اللي يقولون قاطع، اذا
الحكومة والقيادة الرشيدة الله يطول بعمارهم قالوا قاطعوا البرنامج يا المشاهير على الحرام من عيني هذه قبل هذه حكى أنا ما راح أقاطع تيك توك لحد ما الحكومة تصدر قرار رسمي. كمان بس نكون واضحين هاي وجهة نظر منطقية. خلي بالك إنه الزلمة هاد غالبا معتمد على تيك توك كمصدر دخل، فمصدر دخله يتكنسل على إشي لسه مش واضح بالنسبة إله وهو عبارة عن إشي متداول بين الناس، لا بده إشي رسمي. راح تيك توك ردوا ببيان، تيك توك تؤكد على دعمها للمجتمع السعودي، لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية. هون صار في علامة استفهام عشان ورجيتكم ناس جد تعليقاتهم انحذفت وما فيها إشي غلط. وفي الختام نناشد جميع أعضاء مجتمعنا بتحري الدقة عن نشر المعلومات. تيك توك قاعد بتحكي للناس ديروا بالكم من الشائعات، وهي أكبر منصة شائعات بالعالم كله. فهون صار كثير نقد، ليش منصة تيك توك ما اعتذرت حتى مع إنه الناس عندها إثباتات بالإشي اللي صار معها؟ طيب شو الطرف الثاني؟ الطرف الثاني هو هلأ السوق السعودي مهم جدا للتيك توك، عشان زي ما شرحت لكم أضخم سوق عندهم بالمنطقة وبدخلهم كثير فلوس، ليش بدهم يخسروا؟ هون في علامة استفهام. طلع واحد مشهور حكى انه في ناس تم الدفع لهم انهم يروحوا على منصه ثانيه. فشو صحه هذا الموضوع كله؟ انا اللي سمعته من طرفي يعني انه في منصه سوشيال ميديا قريبه عن تيك توك نفس المبدا لكن منصه سعوديه، واحكي لك رايي كحمله ترويجيه لتطبيق زي هيك تطبيق عربي، هاي بتكون حمله جدا ذكيه انك تاخذ الناس من هذا التطبيق لهذا التطبيق. طيب انه يكون في منصه سعوديه بالموضوع انه هاي حمله اعلانيه لها، هل هذا شيء جيد ولا سيء؟ هذا شيء كويس. شفت كثير ناس بيحكوا ضد الموضوع، بس ليش ما يكون في منصه عربيه العربي يتحكموا بمنصة لمرة واحدة؟ لكن كمان اذا هذا الاشي واقعي في كثير صناع محتوى شافوا الموضوع مش عادل لهم، ليش ناس يندفع لهم وانا لا؟ طب ليش اروح على تطبيق هلا ما في ناس وانا حخسر دخلي وانا ما اعتمد على هذا الدخل، بكون عنده اجار عنده جامعة عنده، ليش اروح على تطبيق ما ادخل فلوس بالمرة؟ طيب غالبا خطر ببالك سؤال ضخم اللي هو متى صارت السوشيال ميديا هيك؟ متى صارت السوشيال ميديا تبعتنا انه في واحد بسب على السعودية والثاني بسيء للبنان والثاني بسيء لفلسطين ليش هيك صارت السوشيال ميديا تبعتنا؟ من متى صار عادي ممثلة مغنية عندها 9 مليون على تويتر تكتب اعملي لي تبولة جوعانة؟ انا شخصيا رأيي المتواضع بشوف هذا الاشي في عنصرية صح؟ عشان البنت لبنانية فحكت لها اعملي لي تبولة، مش حلوة الجملة بالمرة. فكيف صارت السوشيال ميديا تبعتنا هيك؟ اللي صار يا عزيزي انه في شغلتين ادت الى الفتن الضخمة اللي عم بتصير على السوشيال ميديا هاي. اول اشي ذباب الكتروني، غالبا سمعت هذا الاشي كثير وفي ناس ما بتصدق انه موجود وعندك اطفال. طيب ايش هو الذباب الالكتروني؟ هاي ورقة بحثية عشان ما تحكي لي انه ايه عشان مصطلح بين الناس، لا في ابحاث عن الموضوع حتى. اثار الذباب الالكتروني على توجهات الرأي العام، ابسطها لك. طيب هون عندك 9 اشخاص، هون عندك شخص واحد، هلا هدول كلهم ناس على السوشيال ميديا اوكي. 9 اشخاص هدول بيامنوا انه بقر لونه ابيض، هون عندك شخص واحد بيامن انه البقر لونه احمر. هذا النقاش على السوشيال ميديا لو صار حينتهي بسرعة، انه 9 اشخاص حكوا انها بيضة واحد حكى انها حمراء اوكي خلص النقاش. بس تخيل معي انه هون في مليون شخص، مليون بالعدد اوكي، وعملوا هاشتاج البقر ابيض، هذا عمل هاشتاج البقر احمر، صار يدعموا هاشتاج البقر احمر. شو صار هون؟ نقاش ضخم 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 اوكي، هذا بيحكي البقر احمر، هذا بيحكي البقر ابيض، هذا بيحكي البقر احمر، هذا بدعم بادله من ابصر كيسه، هذا بدعم بادله ابصر شو. فجاه صار في حوار ضخم وممكن كثير الهاشتاج تبع البقر احمر ينتشر اكثر من البقر ابيض مع انه كذب، البقر مش احمر، البقر لونه ابيض. ما بحس ضربت مثل غبي شوي صح؟ يعني اظن وصلت الفكره. طبق هذا المثل على أمثلة أكبر. هون شو بصير؟ هون بصير تشتيت إعلامي. طيب وهون بصير فتنة. يعني بعيني شفت شغلات. مثلاً هون عندك ناس بيحكوا مع القضية الفلسطينية وعادي وبيحكوا إنه الشعب السعودي مع القضية الفلسطينية وجوها تمام. ودائماً في شخص واحد راسه مربع بده يحكي لا، بده يكون رأيه مختلف. حكى لا السعودية ضد القضية وصار يحكي شغلات عنصرية. يك يرمي شغلات عنصرية ما إلها أي داعي. حط مع هدول ذباب إلكتروني. شو صار؟ صار فتنة. بس هي فتنة ضخمة. هي فتنة بين شعوب. شعوب كاملة بتدق ببعض. صار حط كمان هون عامل ثاني. انا الرسم كان الهدف منه توضيح الافكار، ما بعرف كيف هيك صار يا اخوان، السلاح انقلب ضدي مش عارف كيف. تويتر صار لما تكتب تويت وتجيب مشاهدات تاخذ عليها فلوس، اذا نوعا ما صار مصلحه الناس يكتبوا تويت مثيره للجدل عشان يطلعوا فلوس. هذا الاشي اللي هو من اغبى الشغلات اللي بتصير على السوشيال ميديا صح. فصفى لو اكتب خبر كاذب اللي هو احتماليته ينتشر اكثر او اشي مثير للجدل، مثلا احكي انه مثلا السعوديه مش مع القضيه الفلسطينيه بينتشر كثير، انا بطلع ارباح وانا نشرت اشاعه. فصفى
في كثير ناس مصلحتهم ينشروا اخبار كاذبه، وهدول صار يلعبوا دور الذباب الالكتروني بس هم اكونتات واقعيه، يعني صارت الفتنه تطلع لك فلوس. عندك كمان عامل انه منصات السوشيال ميديا فيها اطفال، اطفال ما عم بحكي اطفال الكتاكيت اللي مش لازم يشوفوا شغلات مش كويسه، لا عم بحكي اطفال الخناشير اللي عمرهم ايش كل 12 ل 17 سنه، هدول شباب خاصه البنات ممكن ما بعرف هذا الاشي، بس احنا بالمدرسه بنكون كثير عنصريين على بعض اوكي، من باب المزح هيك انه ايش هي تبوله تعال ابصر شو طعميه ابصر شو، كل المصطلحات العنصريه ممكن تشوفها بحياتك موجوده بمدارس الشباب. فتخيل انه عنصريه المدرسه هاي تطلع على منصات التواصل الاجتماعي وشخص صورته كريستيانو رونالدو ما حد بيعرف شو عمره حكى اشي عنصري، فاهمين شو بصير؟ بيجي واحد برد عليه بحكي له لا هي عنصرية أبصر شو، بيجي اثنين بردوا عليه، بيجي ثلاثة أربعة، فجأة بتضخم الموضوع، ودائما الرأي المثير للجدل هو اللي بينتشر. أحكي لكم إياها أنا، ما في شعب عربي ضد الفلسطينيين، شو ما تشوف على السوشيال ميديا اتذكر دائما الرأي المثير للجدل بينتشر عشان هو مثير للجدل. ممكن يكون شاب طفل قاعد بحط أفكاره الغبية على النت عادي، بعدين تحته بتلاقي الذباب الإلكتروني بدعمه. صح صح أحسنت، تفتح الاكاونت، الاكاونت عنده 10 فولورز حاطط صورة رونالدو كمان، اوكي كل احترام رونالدو يعني، بس يعني او بكون اسم الاكاونت اكليل الجبل هيك مثلا او عاشق الحب هيك، اوكي شغلات هيك غريبة. طيب بس ايش بكبروا جهة من الحوار عشان تغطي على الجهة الاصلية من الحوار او تعمل نزعات بين الناس، وهون بصير كله تشتيت اعلامي والناس تنسى شو بصير مثلا بغزة. فهي شغلة مهمة كثير رجاء ركزوا فيها، ولما تشوف تويت غبي اعرف انك شفته عشانه غبي فقط، الرأي الغبي حينتشر دائما، ففكر دائما لما يطلع لك شغل. أوكي. طيب عرفنا ليش صار فتنة على السوشيال ميديا، ومنها طلعت مقاطعة التيك توك اللي صراحة ما بقدر أحكي لك صح ولا غلط، عشان يعني لو طلعت مثلا إعلان لتطبيق تاني والتطبيق هذا عربي أوكي عملوا إشي كويس، بس الأسلوب مش أحسن إشي بالدنيا بس عملوا إشي كويس، ولو طلع إنه جد منصة تيك توك عندها مؤامرة وعندها قصة هاي في مقاطعة شغالة. بس كمان ملاحظة صغيرة، السكرين شوتات اللي عم تنتشر عن التعليقات الملغية على التيك توك هي نفسها متداولة بين كل الناس، فيعني هي أكم من سكرين شوت قاعدة تتداول، فما في إثبات على حجم الاشي، وما طلع اي بيان من جهة رسمية، بس كفوا عليهم الشعب السعودي عملوا تأثير كفاية انه منصة تيك توك ترد عليهم صراحة. واو. فهون بنيجي على كمان موضوع الانفلونسر فاتمة، فاتيمة هاي الانفلونسر اللي كمان صراحة نوعا ما ممكن عملت فتنة. ليش؟ البنت هاي عملت لايك على بوست كان عن موسم الرياض انه عم بصير حاليا وفي احداث بتصير بغزة، وكثير من السعوديين المستخدمين للسوشيال ميديا شافوا هذا الاشي غلط فبلشوا حملة كنسلة عليها. شوفوا هذا التصميم، لحظة نزول فاطمة من المليونين عشانها عملت لايك لمنشور سلبي عن موسم الرياض. وهلا قبل شوي حكيت لك عن الذباب الالكتروني وايش صار، وفي ناس كانت تزرع فتنه، في مقاطع قديمه شفتها بعيني على تويتر قاعده بتنتشر من موسم الرياض السنه الماضيه، ناس بتحتفل. ليش؟ عشان تويتر بتجيب ارباح، انشر فيديو قديم خلي الناس تسبع السعوديه، ليش لا بطلع فلوس من الموضوع. بعرف كثير منكم عم بيستنوا رايي بهالشغله، في موسم الرياض اللي عمل ضج كثير، انا عارف انه الشعب السعودي مع القضيه الفلسطينيه وما حدا حكى وقف حياتك على بصير بالقضيه، لكن هذا حديث عن الرسول، لان تهدم الكعبه حجرا حجرا اهون عند الله من ان يراق دم امرئ مسلم. لازم نغار على الدم، لازم نزعل. ما راح اتعمق كثير بالموضوع، بس اللي بنشر فيديوهات احتفال بنيه الفتنه الله بحاسبه. فالبنت طلعت اعتذرت، انا لهون معها، في موضوع لازم نحكي عنه together. ليش طيب ليش الاسلوب المستفز؟ ليش جاي تعتذر؟ خلاص خلاص سلك، خلاص اعتذر خلاص. اذا انا حطيت لايك على بوست بالغلط وانتو اخذتوها هيدي كم سبه، هيدا ما كان قصدي وبعتذر على هيدا الشيء. بس يعني الهجوم كان غير منطقي عليها، البنت تنمروا على شكلها، حكوا انها بتشبه مرت بابايز، فبي عليه حمله تنمر ضخمه. ما بعرف ليه انتو اخذتوها بهاي الطريقه وليه هالقد كبرتوا الموضوع، بحس الموضوع انه اخذ حجم اكثر من ما بيستاهل. يعني ما اجي اعتذر من حدا احكي له اوكي انت كبرت الموضوع، شو راح يصير؟ بلكي انتو صار لكم فتره ما نكون حابينه، ما نكون حابين ماي تيك توك، لكم فتره مش حابين ماي تيك توك وهي عن القضيه، يعني انتو ضد القضيه. شفتوا كيف الموضوع ممكن ينفهم؟ كثير من السعوديين شافوا ان هي قاعده تحكي ان السعوديين ضد القضيه، السعوديين مش ضد القضيه. اعتذارها ما كان احسن اعتذار بالدنيا، لا اعتذار زي الخلق ولا شيء، وفوق هذا حذفت الاعتذار. شوف انا مش شايف الغلطه كبيره اللي عملتها، بس اذا الجمهور تاثر وهي حست انه في فتنه ممكن تصير من الاشي هذا، تعتذر اعتذار كويس وترجع الانتباه على القضيه. الناس قلبت عليها كمان مره بعد الاعتذار، انا لهون كنت معها صراحه. بعديها بلشت نرفزه بالناس، نزلت فيديو نرفزه فقط نرفزه. سمعت انه كثير في عالم قاطعين تيك توك هاي الفتره،
كتير حنشتاق لكم. ليش لازم تكون مزعجة طيب؟ ليش؟ كل واحد عنده وطنيته، لو حسوا التطبيق ضد وطنهم طبعا حيتضايقوا، كل واحد بغار على بلده، خليهم يعملوا بدهم اياه، انت شو مضايقينك؟ عاد تكون نزلكم الليست عن مين حنقاطع. بعدين حطت قائمة الشركات اللي تقاطعها عشان الاحتلال. شوفوا ما بعرف لو هي كانت فكرة حالها بتعمل اشي ذكي هون، بس يعني الاسلوب مش صح. فاطمة لما طلعت عملت الفيديو بهداك الاسلوب اللي هو اسلوب استفزاز 100%، اوكي، وهي قاعدة تحط كريم تحكي لهم يلا انه روح ولوا من التطبيق وانه مقاطعتكم مش مهمة. بعدين حطت مقاطعة الاحتلال. طب هل تتوقع اي شخص حضر الفيديو تبعك اللي فهموا رسالة انه خلينا شوي نركز على مقاطعة الاحتلال؟ ولا شخص اخذها بهذا الاسلوب، عشان جبتيها بطريقة سلبية، اذا توصيل الرسالة فاشل جدا. يعني القصة اللي صارت هاي كلها ليش ما وقفت بعد الاعتذار؟ انت مش شايف انه في شغلات اهم من انك تحول الحوار كله عن حالك؟ خليت حالك محور الكون، في ناس قاعدين بموتوا. ايه شوف ردها اكيد حيكون ذكي. بس كنتوا دايما تقولوا لي انه فاطمة ما تقولي هيك، انت منك هون من ورانا، انت هون من ورا الله، ومعكم حق، هو الوحيد اللي بيقدر يطلعنا وينزلني. ما بعرف فاطمة شوي ماشية معي. أول شيء أوكي، ليش اسمك فاطمة مش فاطمة؟ طيب تاني إشي، ناس اتضايقت من حكيتي عشان أساس توصيل الفكرة أول إشي وقتها يكون صح، أسلوبها يكون صح، خاصة لما تكون بتوجه حكي لناس غيرانين على بلدهم. أوكي هلأ هون الطرف الثاني من تويتر، الطرف اللي بدعموها، كيف أعمل 1000 لايك؟ حرفيا صايرة أحبها أضعاف ما كنت أحبها، فعلا إنها strong independent woman. شوف أنا لا متحيز لهذا الطرف ولا هذا الطرف. طيب طريقة توصيل الفكرة مش ذكية، وطريقة توصيل الفكرة عملت فتنة ضخمة بين شعبين دقوا بعض من طريقة توصيل الفكرة تبعتها. فالصح إنها بتطلع تعتذر وبتحكي رأيها، بتحكي أنا بشوف إنه مقاطعة الاحتلال هلأ أهم من مقاطعة التيك توك عشان في ناس بتموت مثلا، 1 2 3، هذا اللي بشوفه وأنا مع هاي النقطة. شفت كيف وصلت رسالة بطريقة ممكن تستقبلها؟ تيجي تحكي له لا أنا مقاطعتي أهم من مقاطعتك، شو عملت؟ حيدقوا بعض. الله اللي بيقدر يطلعني وينزلني. لما تطلع بفيديو بدل ما تعتذر تحكي لهم مش مهمين انتو، انت ما فتت مقاطعة الاحتلال ابدا، هذا الفيديو عملتي اثارة جدل فقط، عملت فتنة بين شعبين. وفي سبب وراء الآية اللي بسورة البقرة انه والفتنة اشد من القتل، عشان فتنة بتعمل كراهية بين شعوب، وخاصة بوقت حساس زي هيك فتنة تصير والناس تلتهي وفجأة الاعلام كله صار يحكي عنها. طيب قضية، في ناس بتموت، عيب. كمان مرة بحكي لكم يا كشخص على السوشيال ميديا، ما في حدا بيعمل اشي بثير جدل الا هو عارف انه بثير جدل، انه شخص صار له بنزل على السوشيال ميديا 3 سنين ما حيعرف متى فيديو حيضرب ومتى لا. بس كمان غلط تتنمر عليها، بعرف انه في ناس بتجيب الحكي لحالها بس ما تتنمر. بس كمان مثلا لما فنانة تروح تكتب تويت تجيب 20 مليون مشاهدة تحكي له روحي اعملي لي تبولة، كمان هيك عملت كمان عنصرية، هيك عملت كمان فتنة، العنصرية بتعمل كراهية. فانا جد مش فاهم كيف اشخاص بالغين واعيين عاقلين بتصرفوا هيك. الفيديو تبعها زي طالب مدرسة صف أول، ورد أحلام زي طالب مدرسة صف أول كمان، مش فاهم جد مش فاهم، مش وقته أبدا، مش وقته. المهم اعملوا سبسكرايب وتذكروا الشغلات الغريبة الغبية اللي بتشوفها منتشرة على السوشيال ميديا انتشرت عشانها غبية، هذا مش رأي متداول، ما في تويت واحدة أو تيك توك واحدة حتحكي لك إنه شعب كامل هيك بفكر، لا تعمم وركزوا على الشغلات المهمة، وصل رسالتك بطريقة ذكية ما تكون غبي. و love you guys.